مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم دائما. بجرة قلم ألغي الجيش العراقي السابق، لكن أقلام الدنيا كلها لا تستطيع أن تلغي تاريخ هذا الجيش. 8 عقود ونيف هو عمر المؤسسة العسكرية العراقية التي تركت للعراقيين موروثا كبيرا من القيم والتقاليد وسفرا حافلا بالمواقف والبطولات والصفحات المشرقة. بعد 4 سنوات على إلغاء الجيش العراقي، ما الذي بقي في الذاكرة الجمعية العراقية عن هذا الجيش؟ نجد أنفسنا اليوم بحاجة إلى إعادة قراءة تاريخ هذا الجيش من خلال شهود وضباط عاشوا وحاربوا في هذا الجيش الكبير. أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم الفريق الركن رعد الحمداني قائد الفيلق الثاني في الحرس الجمهوري السابق. مرحبا بك سيادة. شكرا جزيلا. لو عدنا إلى 3 عقود ونيف مع أول معركة خطها في الجيش العراقي، أين كانت؟ كانت في حرب عام 1973 في تشرين الأول على الجبهة السورية ضمن مشاركة الجيش العراقي في هذه الحرب التي شنت من قبل البلدين العربيين مصر وسوريا. بالرغم من عدم وجود هنالك أي استعدادات مسبقة للقوات العراقية في دخول أين كنت الحرب. في أي وحدة كنت عندما أعلنت الحرب؟ كنت في كتيبة الدبابات الثالثة لواء المشاة الآلي الثامن فرقة المدرعة الثالثة، وكان أنا ذاك معسكرنا في الورار شمال غرب الروماني. كيف تلقيتم الأوامر؟ يعني من نقل لكم أوامر الحرب وكيف سمعتم بالحرب؟ احنا بالتأكيد كان استماعنا لنبأ الحرب من الإذاعات في بعد ظهور ذلك اليوم في يوم 6 تشرين أول 1973، في يوم في صباح يوم التالي يوم 17 استلمنا الأمر الإنذاري بالتهيئ للحركة باتجاه أما الجبهة الأردنية أو الجبهة السورية، لما كان معلوم بالنسبة لنا أو لقيادتنا في أي من الجبهات سوف تكون مشاركة. ثم تقرر باتجاه الجبهة السورية. تقرر خلال وجودنا على الطريق. وأنت في الطريق؟ تحركنا على الطريق ووصلنا إلى الكيلو 160. في ذاك الوقت أمر اللواء مقدم ركن محمود وهيب كلفني أنه أذهب إلى قاعدة H3 للاستفسار عن الجهة، لأنه يتوقع هنالك أمر رح يجي خلال الطريق، وكلفت بهذا. ذهبت إلى H3، ماذا قالوا لك؟ وجدت هناك رسالة موجودة من رئيس أركان الجيش. من كان رئيس أركان الجيش؟ عبد الجبار شنشن، أنه تتحرك هذه القوة باتجاه الجبهة السورية وليس الجبهة الأردنية كما كان متوقع، لأن كانت الجبهة الأردنية أيضا مفاجأة في هذه الحرب ولم تكن مستعدة. وأيضا سمعت في ذاك الوقت أن الجيش الأردني سوف يساهم ولكن في الجبهة السورية أيضا. كم استغرق الطريق بين مقر الوحدة العسكرية ووصولكم إلى الجبهة السورية؟ هو الحقيقة المشكلة كانت في ناقلات الدبابات. أنا ذاك لم يتوفر للوانا أو الفرقة المدرعة الثالثة العدد الكافي من ناقلات الدبابات. كانت عندنا دبابات نوع جراز قديمة وكانت غير كافية، بما أنه اللواء المدرع 12 الذي سمي فيما بعد لواء عبد الوليد أعطي أسبقية أولى بالتنقل، لأنه كان معسكر في شمال تكريت وأعطي أسبقية أولى، فجهد الناقلات أعطي إلى لواء 12، وما اضطر لوانا أن يتحرك على السرف باتجاه الجبهة السورية. اللواء بكاملة عدد الدبابات تمكن من الوصول إلى الجبهة بعد 3 أيام سيرا على سرف الناقلات الأشخاص اللي كانت نوع 113 نوع خفيف. أما دباباتنا اللي كانت دبابات روسية نوع T-54 قديما، اضطرينا أنه نمشي مسافات على الطريق بشكل مراحل وتسلسلات إلى أن وصلنا من كيلو 130 إلى كيلو 160. بدأت تجينا سرية ناقلات أردنية ساهمت في عملية نقل كتيبات. دخلتم سوريا، عندما دخلتم سوريا عملتم تحت أمرة الجيش السوري؟ بالتأكيد، أنه أي قوة راح تدخل إلى الجبهة السورية، وإحنا وصلنا بشكل فرادا، يعني لواء المدرع 12 سبق على الناقلات، لواء الثامن على السرف مباشرة. فأي لواء اللي راح يوصل وهي كانت الحرب مستعرة، فأي لواء يدخل كان يدخل معركة مباشرة وتحت القيادة السورية وتوجيه القيادة السورية. يعني لم تعسكروا ودخلتم سوريا إلى الجبهة مباشرة ثم اشتبكتم مع العدو. يعني هاي يعني كان شيء من الإعجاز
تنقل استراتيجي، كل تنقل يزيد عن 300 كيلومتر يعتبر تنقل استراتيجي. هذا بالمفهوم العسكري. بالمفهوم العسكري. فبعد مسافة انقطعتم أكثر من 1000 كيلو. حوالي بهذا الشكل، لأنه بهذه المسافة اللي هي تعتبر تنقل استراتيجي كبير تحت تهديد محتمل لضربات من القوة الجوية الإسرائيلية المعروفة كذراع طويل. طيب ألم يخطر ببال القيادة العراقية عندما أسرتكم عبر البر، ألم يخطر ببالها أن تتعرض أن تتعرض هذه القطاعات إلى قصف جوي؟ نعم بالتأكيد، بحيث كلفني أمر لواء أنا ذاك أنه رعيد استطلاع من كتيبة، أنا أقود مع قوة استطلاع بسيطة، تقدمنا بأسبقية أولى على الطريق للإنذار المبكر إذا كان هنالك تخريب قناطر أو كان هنالك عمليات إنزال جوي قوات خاصة إسرائيلية كما كان متوقعا. في ذاك الوقت كان الطريق سيء جدا، ومن طريق قديم عرضة ما يجاوز 7 أمتار، تتخلل الكثير من كثبان رملية تقطع الطريق، هنالك بعض القناطر اللي ممكن تخريبه وتدمير. من استقبلكم في سوريا؟ احنا دخلنا الأراضي السورية ليلة 11/10، وبعد ما طلعنا من منطقة أم الشامات عدنا إعادة إملاء الوقود، فعلى مداخل دمشق وكانت ليلة مقمرة، أذكر ساعة 2 بعد منتصف الليل، كان هنالك الأدلة من الشرطة العسكرية والانضباط العسكري والقوات الشعبية، ولكن اللي فاجأنا أنه كانوا يشحذون هممنا بالرغم أنه احنا ما نحتاج شحذ همة لأن معنوياتنا عالية، وكان عملية تواجه الإسرائيليين فد أمل وهدف كبير لأي عربي تطلوا، يعني كنتم مشحونين بحماس بالتأكيد، لأن كان عندنا ثأر نطلب الإسرائيليين ثأر الـ67، ولوانا قد اشترك بالـ67، ولكن كانت النتيجة هناك هزيمة كبيرة ولحقت بالقوات العربية كلها على الجبهات الثلاث، فكانت 73 حقيقة هي أكبر من ثأر للكرامة العربية، ثأر للحق العربي الذي هدر، ثأر لشرف العسكرية أيضا، لأن يعني الفترة ما بعد 67 إلى 73 تم إعادة تنظيم الجيش العراقي على بما يوازي تنظيم أو نظام المعركة للجيش الإسرائيلي، وأساليب القتال في الجيش الإسرائيلي كانت متقدمة آنذاك على الجيوش العربية. يعني 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 بناء الجيش من 67 إلى 73 نعم. كان أخذ بنظر الاعتبار طبيعة الجيش الإسرائيلي، وأخذ بنظر الاعتبار احتمالية المواجهة مع إسرائيل. صحيح صحيح، لأنه عام 1972 قبل سنة أكملت الفرقة المدرعة الثالثة أكبر مناورات عسكرية كبيرة جرت بحدود مساحة تجاوزت 350 كيلومتر من مناطق في المنطقة الجزيرة، وانتهاء إلى تل أبو ظاهر وإلى ربيعة على نهر دجلة شمالا. يعني هذا التمرين افتراضي كان افتراضي يفترض أن المواجهة مع الجيش الإسرائيلي راح تكون بهذه على هذه الأرض. نعم، احنا الحقيقة كثير من الدروس المستنبطة تم إعدادها واستثمارها من خلال الحرب 67، من جملة حتى نظام المعركة حتى أساليب القتال، اعتمدنا أسلوب جحافل المعركة، سابقا ما كان عندنا هذا النوع من أنواع من نظام المعركة. من كان يخطط أو من هيئ الجيش يعني بهذه المناخات العسكرية؟ بالتأكيد هناك قيادة عسكرية على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش ودوائر وزارة الدفاع، وجيش عراقي مليء بالخبرة والقدرة على استثمار وتوظيف الخبرة في هذا الجانب، وهنالك مؤسسات وأكاديميات منها يعني على من مستوى الكلية العسكرية وانتهاء آنذاك إلى كلية الأركان. لحد 73 ما كان عندنا جامعة البكر. ما هي المهمة التي كلف بها لواءكم بعد وصوله إلى سوريا؟ احنا حال وصولنا على أطراف دمشق الجنوبية اللي تفاجأنا أنه المنادات الأدلة أنه الله يعطيكم العافية الحق وشرفنا، صورنا أنه الصورة اختلفت أو هي الحقيقة أنه الصورة اختلفت، كان إحنا توقعنا راح نقاتل في فلسطين الأراضي فلسطين، وإذا من عبارات الأدلة الاستنجاد والنخوة أنه سوف نواجه العدو الإسرائيلي في أقرب ما يمكن من داخل الأراضي السورية، يعني متوغل العدو. متوغل. احنا ما كانت عندنا معلومات عدا الراديو اللي احنا يعني راديو فرانسيستر نسمع الأخبار المعركة، ولكن الحد كنا إلى دمشق ليلة 11/10 كنا نتوقع هنالك مواجهة وإن فرصة بالقتال في داخل فلسطين لتحرير فلسطين،
ولكن فاجئنا بالندوات النداءات الاستغاثة أنه الحقوا شرفنا، بمعنى أن هنالك احتمال التماس بالعدو منطقة قريبة جدا وداخل الأراضي السورية وليس في فلسطين. أين ما هي المنطقة بالضبط التي كلفتم بنسكها عسكريا؟ الحقيقة ليس هنالك مؤتمر أو أمر، وليس هنالك استطلاعات، وليس هنالك أي استحضارات. كان عملية تنقل استراتيجي لمواجهة عدو. لا تعرفون عن لا نعرف لا نعرف ثلاثة أشياء لا نعرف الحقيقة. وهي لا الأرض، مسرح العمليات، لأنه معظم الجيش العراقي قاتل في ساحة العمليات الأردنية الإسرائيلية، فساحة العمليات السورية الإسرائيلية الأرض لا تعرفونها. العدو ما نعرف بالضبط وين العدو، في أي مكان. والجانب الآخر أو العنصر الثالث هو قطاعات الصديقة أين تكون. ناهيك عن متطلبات التعاون ما بين الصنوف، هناك قوة جوية وهنالك يعني قوات أخرى داخلة بال يعني نعتبر أسلحة الدفاع الجوي وقوة جوية، هذه تتحدث في خطوط القصف الجوي والتعامل مع الطائرات. وإحنا بالتأكيد كان معانا أيضا جهد جوي سبقنا ودخل بالمنطقة أو في المطارات السورية. سبق هذا قبل بأشهر، هناك سربين من الطائرات العراقية المقاتلة مع هوكر هنتر، اللي هي طائرات ذات بريطانية الصنع ذات كفاءة عالية بالقتالات الواطية والواطية جدا، وكان خير الطيارين اكتسبوا مهاراتهم على الطائرات الهوكر. دعنا في سوريا مصر. دعنا في سوريا، ذهبتم يعني إلى الجبهة من دمشق. يعني تقدمتم إلى الجبهة. ما هو المحور الذي كلفتم بنسكه؟ حال ما وصلنا إلى دمشق، السوريون أو القيادة السورية دفعتنا باتجاه وبفطنة عالية بالتأكيد، كانت يعني كان اتجاهنا صحيح جدا. العدو آنذاك على ما يبدو عناصر الاستطلاع مالته وصلت إلى مفرق ساع ساع كناكر، أي أن العدو الإسرائيلي اندفع من قاطع الجولان على القنيطرة واندفع شمالا باتجاه دمشق كسوة دمشق. عناصر الاستطلاع حال وصولنا إلى جنوب دمشق كانت واصلة إلى مفرق ساع ساع وإلى كناكر، وهناك احتمال أن يقوم العدو. هذه كم تبعد عن دمشق العاصمة؟ هذه تبعد بحدود 30 كيلومتر. 30 كيلومتر حوالي. يعني دمشق كانت على يعني ضمن المدى المدفعية. هي القصف الجوي يعني هو أكبر من المدى المدفعية، كانت خاطئة على القصف الجوي، كان معارك جوية كنا نشوفها بالجو، كان هنالك أسلحة دفاع جوي على أطراف دمشق تواجه الطائرات الإسرائيلية. كان هنالك ايضا يعني بعدين عرفنا من احد يعني قياداتنا انه كانت القياده السوريه مهيئه ان تحول الى مقر بديل القياده العامه مالتها باتجاه اعتقد كان باتجاه حلب. كان هنالك عمليه اخلاء للقيادات الرئيسيه، وكان من المحتمل ان يقوم الجيش الاسرائيلي من دفاع من باتجاه غباغب لقطع طريق دمشق شيخ مسكين درعا. فدفعنا السوريين باتجاه صحيح يعني بفطنة، دفعنا من دمشق باتجاه باتجاه الصنمين، ومن الصنمين دفعنا غربا باتجاه قيطة ثم تل العنتر ثم تل الشعار. هذه عملية يعني الإحاطة من الجناح الأيمن للعدو كان هي هاي منتهى الفطنة للقيادة السورية، بحيث ضربت قطعاتنا الأمامية مقر قيادة القوات الإسرائيلية مندفعة باتجاه دمشق. أي ما هي القوة العسكرية التي كنتم قبالتها؟ نحن لا نعلم أي شيء، يعني كان الأدلاء السوريين من الشرطة العسكرية على دراجات وعجلات يقودون الأرتال أو تسلسلاتنا اللي واصلة بدون أن نعرف أي شيء، لأن كان يعني في ظلام، ولكن نشوف أمضات المدفعية والانفجارات. طيب متى اشتبك يعني، هل حدث تماس مع العدو اشتباك مباشر ومتى؟ الاشتباك اللي حصل أنه اللواء الثامن الآلي اللي عدا كتيبتنا زائدا سرية الأولى من عدنا اللي سبقتنا، هاي كانت يعني بالتسلسلات الأخرى، واللواء المدرع 12 يوم 11 صباحا هو اشتبك بالعدو في منطقة تل الشعار تلول المال تلول العدسية، اللي هذه المنطقة اللي كانت هي مركز قوة أو مركز الثقل المدرع الإسرائيلي باتجاه دمشق. فكان الجنرال لانر الإسرائيلي كان واقف على تل الشعار، فيما بعد عرفنا من يعني أدبيات اللي ظهرت ما بعد الحرب
يقول أنا كنت أعلم أن هنالك فيلق عراقي تحرك من الأراضي العراقية قبل يومين فيلق. ثلاثة فيلق عراقي تقدير الاستخبارات الإسرائيلية في هذا الجانب. هذا الفيلق احتمال أنه يجينا بعد أسبوع، ولكن شاهدت هنالك مجموع ما يعادل 100 دبابة منفتحة بالنسق بأسرع ما يمكن وترمي من الحركة باتجاهي، فتوقعت أن الفيلق بكاملة وصل، فصدرت الأمر بإيقاف التقدم باتجاه دمشق ولاحتواء الهجوم العراقي من الجناح الأيمن. هي هاي يعني هذا هو العمل أو الإنجاز الاستراتيجي اللي حققه الجيش العراقي في إيقاف اندفاع القوات الإسرائيلية نحو دمشق والحيلولة دون احتلالها. واستمر سلسلة من المعارك، في بداية المعارك الأولى كان الإسرائيليين متفاجئين بحركة الجيش العراقي، فانسحبت عدد من الوحدات باتجاه الأمر، وأسرت عدد من الدبابات الإسرائيلية، وظلت شواهد عندنا في الجيش العراقي فيما بعد دبابات إسرائيلية احتفظنا بها للذكرى. ولكن لحين ما تم احتواء الدفاع العراقي من الجناح الأيمن، تم عملية الهجوم المقابل أو التعرض المقابل الآخر الإسرائيلي. لا الآن دعنا نتوقف، هل كان الإسرائيليون قد أحدثوا يعني اختراقا في صفوف الجيش السوري؟ نعم، الجيش السوري هو بدأ التعرض، ووصلت تشكيلات مدرعة من عنده إلى حدود بحيرة طبرية والمستعمرات الشمالية، لأن لا زالت عند الإسرائيل في هذه المستعمرات عدد من دبابات السورية محتضين بها أيضا للذكرى. أين تغير مسار المعركة؟ عندما وقفتم الزحف الإسرائيلي أم عندما تقدمتم يعني أزحتم الإسرائيليين؟ لا، إحنا لما وصلنا كان الموقف منقلب ضد سوريا، يعني بحساب إسرائيل كانوا السوريين مبادرين بالتعرض واندفعوا إلى أن تلاشت ذروة الهجوم مالتهم، وبدأ العدو الإسرائيلي في فتح ثغرات في جدر الصواريخ اللي موجودة آنذاك، لأنه اللي فاجأتهم كان أسلحة الدفاع الجوي العربي سواء في مصر أو في سوريا، اللي ظهرت منظومات من الأسلحة الدفاع الجوي آنذاك كلش حديثة، من جملتها هي الكابيدرات الصواريخ السام 6 اللي تسمى، والصواريخ البيجورا سام 3، والبولغر سام 2، والستريلا 7 سام 7، والشلقة اللي هي مدافع رشاشة، منظومة دفاع جو متكامل لأول مرة يواجهوها الإسرائيليين. هم اعتمادهم على الذراع الطويلة القوة الجوية، فتكبدوا خسائر كبيرة في البداية، ولكن الإسرائيليين تمكنوا خلال 3 أيام من تحمل الصدمة الهجوم وامتصاصها واحتوائه، ومن ثم بدأوا بالهجوم المقابل، بحيث كانت هنالك 9 ألوية مدرعة عبرت جبهة الجولان واندفعت باتجاه دمشق، وهذا رقم كبير آنذاك. والقطاعات السورية كانت شبه يعني مشرذمة آنذاك، لأن تم خرقها وبعد أن قطعوا طرق إدامتها، لأنه على ما يبدو السوريين كان اندفاعهم اندفاع كبير بدون ما يرصنون المناطق اللي كسبوها بالمعركة أو بالحرب أو الأيام الأولى من الحرب. فتمكن الإسرائيليين من القطاعات اللي ظلت متأخرة خلف خطوط السوريين من إعادة تنظيمها، ومن ثم بدأت عمليات القصف الجوي والاندفاع، فخرقوا الجيب السوري من أكثر من اتجاه، وعزوا قطاعات السورية داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل الجولان، ومن ثم اندفعوا باتجاه دمشق. هذه اللحظة عرض الجبهة التي كلفتم بمسكها، هي جبهة الجولان بكامل الجبهة أو ساحة العمليات السورية الإسرائيلية، جبهة ضيقة طولها 75 كيلومتر، كلها 75 بها منطقة جبلية اللي أساسها هو جبل الشيخ. السوريين اللي حاول يعني فور ما اندفعوا باتجاه الأراضي يعني جولان وغيرها لتحريرها، احتلوا مرصد جبل الشيخ، وما ثم الإسرائيليين قاموا باستعادته. في هذا الاتجاه كذلك الجيش العراقي دفع لواءين، أحدهم جبلي اللواء الخامس هو لواء المشاة 20 اللي إجاهم على محور الموصل حلب وشارك في المعركة بعدنا بأيام. الفرقة المدرعة الثالثة اللي كان يقودها عميد ركن محمد فتحي أمين اللي كانت 3 ألوية، وصل لواء 12، لواء 8، لواء 6 دخل يوم 16/10 إلى أن وصل إلى ساحة العمليات. وكان هنالك قطاعات أخرى تتحرك من جملة الفرقة المدرعة 6 اللي بعدين وصلت كما تحشدها ولكن لم تشارك بالحرب. يعني متى تغير مسار المعركة؟
يعني كل المحللين العسكريين يقولون دخول الجيش العراقي غير مسار المعركة. أين تغير المسار وكيف؟ المسار تغير باتجاه هدف الاستراتيجي الخطير اللي نووا عليه الإسرائيليين هو احتلال دمشق. وكان عملية احتلال دمشق لو حدثت كانت صدمة كبيرة جدا، لأن هذا النصر الذي تحقق في الأيام الأولى للحرب استعاد العرب ثقتهم بأنفسهم بجيوشهم بقضيتهم. عملية كم كان مقدر للإسرائيليين أن يصلوا دمشق لو لم يصل الجيش العراقي؟ اللي أتوقع أنه لو متأخرين إحنا 24 ساعة كان هناك قتال على أبواب دمشق الجنوبية، وهذه مسألة فيها تأثير معنوي كبير على ليس على السوريين فحسب ولكن على العرب بجميعهم. كانت الحرب آنذاك عملية لأنه اللي يعتبرون الإسرائيليين من هذا النصر العظيم اللي حصلوا بال67 وهالتبجح وهذه الثقة اللي زادت والغرور اللي صابهم، فالصدمة اللي واجهوها في الأيام الأولى للحرب أهانتهم إهانة كبيرة، بحيث أنهم هم سموا في وقت من الأوقات وكان يعني ما سميت القيادة الزلزال، زلزلت إسرائيل بكاملها. فهذا هذا هذا المكسب اللي حصلوه العرب كان صعب جدا، لأن هذا قرر حتى مصير إسرائيل ووجودها العدواني في 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 قلب القيادة العسكرية السورية. هل سلمتكم خرائط عسكرية؟ لا، احنا دخلنا بدون حتى إيجاز، ما موجود عندنا، دخلنا عبارة عن تنقل إسرائيلي. طيب أنت قلت لا نستطيع أن نميز القطاعات الصديقة من القطاعات المعادية، ولم تكون تعرفون الأرض جيدا حتى وقت الاستطلاع. حتى وقت الاستطلاع كيف اشتبكتم مع العدو وكيف تمكنتم أن تصدوا هذا يعني الامتداد الإسرائيلي؟ هذا يسمى كمصطلح عسكري المعارك التصادفية، أن قوة تتنقل باتجاه قوة وتتصادف في مكان وزمان معين. أما القوتين في حالة حركة أو وحدهما تتحرك والأخرى كان في حالة وقوف أو بالعكس، ولكن كنا إحنا يعني آنذاك كقوتين تقابلت وصادفت وهي في حالة الحركة. القوات العراقية دخلت بأدلاء، يعني هو وصول، هو انتشار، هو اشتباك. نعم، ليس هنا حتى وقف للراحة ما موجود، بحيث احنا كنا نساعد سواقي الدبابات، يعني لانه طائفه الدبابه التي 54 و55 طائفتها اربعه، فارهاق على السائق، فيتبادلون عناصر الطائفه في سياقه الدبابه حتى يساعدون السائق بالوصول. حال الوصول، حال حدوث التماس هو المعركه، حتى انه كان السوريين يعني في ذاك الوقت يشير الى ومضات، هذه الومضه اللي امامك هذا هو مواضع العدو، ومضات المدفعية أو بالنهار لآثار سقوط المقذوفات وغيره، أو اتجاه يقول بهذا الاتجاه هو العدو، كل ما أمامك هو عدو. هذه كان أفضل يعني دلالة اللي احنا نحصلها على ذاك. طيب سيادة الفريق، سنكمل الصفحة الأخرى من حرب تشرين ولكن بعد وقفة قصيرة. مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة ونعود إليكم. أحييكم مجددا وأرحب ثانية بضيفي الكريم الفريق الركن رعد الحمداني قائد الفيلق الثاني في الحرس الجمهوري. مرحبا بك سيادة الفريق. ما هي أهم المعارك، يعني كم معركة خضتم مع الإسرائيليين في هذه الجبهة؟ أول معركة هي معركة تماس الأول اللي هي ليلة 11 على 12
اللي هي كانت المعركة الصدمة بالنسبة للقوات الإسرائيلية اللي صدمت بوصول سريع وخارج كل الحسابات اللي متوقعتها القيادة الإسرائيلية. كانت القيادة الإسرائيلية متوقعة أن تنجز هدفها الاستراتيجي الكبير باحتلال دمشق ومحاصرتها قبل وصول القوات العراقية. الوصول السريع اللي اعتمد على حقيقة يعني المعنويات العالية والإيمان بالهدف بالنسبة إلى الجيش العراقي، القطاعات اللي ساهمت في هذه المعركة، فكان التماس الأول هو ليلة 11/12، وكان جبل تل أو العفو تل الشعار هو الهدف الأول الجراثيم. حصاد هذا التماس ماذا كان؟ هذا الحصاد أنه الجيش الإسرائيلي وقف اندفاع باتجاه سعسع دمشق وبدأ يغير اتجاهه من اتجاه الشمال باتجاه الشرق. هل تلقيتم أو استلمتم برقيات مشفرة من الجيش الإسرائيلي تتحدث عن مشاركة العراق عن وصول لا الجيش؟ احنا بالتأكيد يعني أنا ذاك وقت كنا مرى رعايا ومرى سرايا خارج هذا المستوى، كان هو وجودنا وجود تعبوي قتالي مباشر، ما وصلتنا مثل هذه المعلومات. شاهدتم إسرائيل وجه لوجه؟ بالتأكيد يعني كان دبابات إسرائيلية وأسرت عدد من الدبابات الإسرائيلية. كم دبابة أسرتم؟ كان مجموع الدبابات ما يعادل يعني بين 70 إلى 80 دبابة ترك الإسرائيليون في وقتها، يعني في وقتها يعني قسم عندها أخذت غنائم وقسم عندها. هل جبهتكم جبهة الجيش العراقي؟ جبهة الجيش العراقي في ذاك الوقت. عندكم تصور عن خسائر الإسرائيليين من الجنود؟ ما عندنا ذاك يعني ما عندنا فد إحصائية، ولكن احنا شفنا عدد من خسائرهم وشفنا البشرية والخسائر المادية، وكانت استمرارنا بالاندفاع، ولكن كان يعني عملية الجيش الإسرائيلي اللي باتجاه دمشق توقفت وصارت معركة احتواء الجيش العراقي أو القطاعات العراقية اللي وصلت. أول تماس صار في تل الشعار، وثم بدأ في المنطقة نقدر نحصرها بين تل الشعار باتجاه الغرب وإلى تلول المال وتلول العدسية وكفر ناسج وتل الحارة اللي فيما بعد أيضا شارك الجيش الأردني بلواء المدرع 40 أيضا شارك في هذه المعركة يوم 17. فقلنا أول تماس هو كان يوم ليلة 11/12، واستمر القتال سجال ومهارشة عنيفة بين دباباتنا ودبابات الإسرائيلية، وبدأ ظهور أو تأثير القوة الجوية بعد ما فتحت ثغرات في جدار الصواريخ السوري آنذاك، وبدأ الطيران الإسرائيلي يؤثر علينا، وكان هنالك طائرات حديثة جدا آنذاك، طائرات البانتوم والسكاي هوك، وطائرات اللي كانت تقاتل بالإسناد مباشر إلى الدروع الإسرائيلية، وطائرات فرنسية قديمة مستير وسوبر مستير، بحيث كانت من الارتفاع المنخفض، بحيث مثلا احنا كنا في قبة رصد الدبابة نشوف الهلمت مال الطيار، يعني شوف مضادات أرضية ما كانت موجودة. كان بالنسبة لنا يعني احنا ضمن الدفاع الجوي السوري، الدفاع الجوي السوري بمستويات من الحد الأدنى من الرشاشات إلى الصواريخ إلى البولغة. ولماذا لم يتصدى للطائرات وهي بهذا الاحتراق؟ تصدى وأسقط كثير من الطائرات وأعطت كثير من الطائرات الإسرائيلية، ولكن القدرات الإسرائيلية كانت استطاعوا من بالتأكيد هنالك إمكانيات للحرب الإلكترونية من حل جفر واللي هو يعني الموجات اللي تشتغل عليها الصواريخ سواء اللاسلكية في وقتها، لكن نوع منعتها، وقدروا يأثرون ويشوشون على رادارات الدفاع الجوي، لأنه المنظومات تشتغل الدفاع الجوي أنا ذاكية تشتغل ما بين من رادارات كشف ورادارات توجيه وثم إلى مستوى يعني الرادار الخاص. مستوى قتال الجند العراقي من حيث المهارة والمعنويات كيف كانت؟ كانت الفرقة المدرعة الثالثة هي تعتبر أفضل فرق الجيش العراقي آنذاك، وكان اللواء الخامس في شمال القاطع الشمالي واللواء العشرين كثيرة في التشكيلات العراقية في المشاة، فكنا آنذاك هي احنا نخبة القوات المسلحة العراقية وأفضل القوات المسلحة العراقية ومعظمها إلى خبرة سابقة أيضا سواء في معارك شمال القطر أو مع إسرائيل بال67 أو خلال فترة الاستنزاف حرب الاستنزاف على الجبهة الأردنية مثلا. هل أسرتم جنود إسرائيليين؟ لم يتم هنالك أسر يعني من قبل القوات. هل أسر جنود عراقيون؟ أسر نعم من المرحلة اللي نعم، لأنه إحنا في وقتها اندفعنا اندفاع بأقل ما يمكن من الاستحضارات،
الجيش الإسرائيلي كان يقاتل بكامل استحضاراته وإمكانياته منها القدمات الإدارية ومنها الاحتياط ومنها إحنا، هي عبارة عن قوة صولا دفعت بأقل ما يمكن من قدمات المعقبة. كان عملية ضربة من تنقل استراتيجي إلى تماس إلى قتال مباشر. المنظومات الإدارية بحيث أنه إحنا في ذاك الوقت حتى عمليات الإخلاء الجرحى وغيرها كانت على الجيش السوري، على تموين مواد تموين القتال من الجيش السوري، يعني بحيث أننا نسأل أين وجود أكداس الأيتاد، أين أكداس الوقود. هذه عملية ليست سهلة على أي جيش لأنه منظومات الإدارية لا زالت تتنقل. هل لديك تصور عن عدد الشهداء الذين قدمهم اللواء أو قدمتهم الفرقة التي كنت؟ إحنا مجموع شهداء وجرحى الفرقة المدرعة الثالثة حوالي 324 بين شهيد وجريح. بين شهيد وجريح. هناك حديث عن إمداد أمريكي أو جسر جو أمريكي للجيش الإسرائيلي، ولكن تحدثوا بعض الوسائل تحدثت عن تلكؤ سوفيتي في دعم القوات العربية، ما حقيقة ذلك؟ هل رأيت دعم سوفيتي مثلا؟ هو بالتأكيد بالنسبة للجانب الأمريكي، هم هذا أدبيات الحرب نشرت هذا الموضوع، كان عمليات إسناد مباشر والجسر الجوي مباشر أمريكي الإسرائيلي. نعم. وبالمقابل السوفيت السوفيت حقيقة لم يقصروا، يعني هاي أمانة للتاريخ يعني، وتحت السوفيت أيضا هو راح. الكثير من منظومات الدفاع الجوي اللي أنا شفتها يعني كانوا من جنود السوفيت بملابس الجيش السوري، يعني بحيث في إحدى الليالي تنقل أتذكر يعني ليلة 12/13 اصطدمت في دبابتي عجلة كان بها ضباط اثنين سوفيت بس لابسين ملابس الجيش السوري، قاتل مباشر يعني قاتل كدفاع جوي. وقد يكون هنالك في مجال الطيران ما أعرف، بس ولكن في مجال الدفاع الجوي كمنظومات حديثة داخل للجيش السوري لم يتم استيعابها بشكل كامل، فكانوا السوفيات مشاركين بمستويات لا أعرف يعني حجمها كم. كيف عرفت أنهم سوفيات هؤلاء؟ لأنه دنخليهم جرحى، كانوا جرحى صدموا بالدبابة فكانوا سوفيات. بعض يعني يرتدون زي العسكر السوري سوري. نعم. لتمويه أي قسم من عندهم شفناهم خلال يعني خلال تنقلنا بالميدان، شفنا يعني مثلا منظومات الكابيدرات موجود بها سوفيات، كلامهم وشكلهم وبعض العلامات كانت يعني يتنادون بها باللغة الروسية. هل رأيت جنود غير السوريين، جنود عرب؟ طبعا العرب حاولوا أن يلحقون في المساهمة في هذه الحرب، من جملتها الجيش الأردني اللواء المدرع 40 دخل يوم 17 وكان دباباته نوع سنتوري نفس النوعية الدبابات الإسرائيلية، لغرض التمييز بينها وبين الدبابات الإسرائيلية كان يرفعون بيارق كل يوم لون شكل، يعني يوم 17 ذكر رفعوا بيارق صفر على هوائيات الدبابات السنتوري لكي تميز عن دبابات السنتوري. نعم، حتى لا يكون هنالك قتل بالنار السريقة من قبل نتجاه الأردنيين. وكان اللواء المدرع على 40 قاتل القتال الجيد لمعركة واحدة تسمى معركة تل الحارة، وخسر 12 دبابة على تل الحارة، وكان آمر اللواء عميد رفن خالد ذكره، وكان استخدم يعني فتحة وقاتلوا بأسلوب جيد ويدل على مستوى قتالي جيد. كذلك السوريين قاتلوا قتال حقيقة يعني كان برباط الجيش وبشجاعة وقاتلوا قتال باسل وجيد. وحتى في عملية أنه استعادوا الإسرائيليين زمام المبادرة ولكن كانوا هادئين وبرباط الجيش وقاتلوا بشجاعة وبتضحية وتكبد الخسائر أيضا كبيرة. كان هنالك قطاعات عربية تشارك من أي وصلة أظن كتيبة استطلاع بنهر سعودية، وكان هنالك كتيبة اللي ما شاركت بالحرب يمكن كتيبة قطرية وكتيبة كويتية دروة يعني، بس ما وصلت يعني وصلت ما بعد انتهاء الحرب. بس الناس يعني كعرب جنود قاتلة وكجيش قاتل هو الأسبقية الأولى وبثقل كبير هو الجيش العراقي، ومن ثم الجيش الأردني بلواء مدرع هو اللواء 40، وأظن كتيبة استطلاع أخذت واجب حماية مقاومة الهابطين السعودية بالعمق.
على هاي يعني ليس هناك مشاركة لدول عربية؟ كان هنالك سمعنا هنالك مغاربة حجم كتيبة مشاة أو مغاوير أو لواء، ولكن ما متأكد من عندها في وقتها. كان هنالك على أساس قوة مشاة مغاربة، وأعتقد كانوا يعني موجودين في مكان قريب من عندنا. يعني هذه يعني الآن سؤال افتراضي بعد أكثر من يعني 30 عام أو 40 عام من الآن، سؤال افتراضي: لو لم يزحف الجيش العراقي نحو الجبهة السورية، ما الذي يحصل على المستوى الاستراتيجي؟ طبعا كان هنالك وضع استراتيجي خطير بالنسبة للعرب. لو نفترض أن الجيش الإسرائيلي تمكن من احتلال دمشق العاصمة، كان هنالك انهيار كبير. يعني العاصمة، احتلال العاصمة موضوع ليس هين في الحروب. احنا نذكر عام 1982 عندما تقدم الجيش الإسرائيلي واحتل العاصمة بيروت. نعم. كان لها صدى كبير جدا. احنا بالوقت الحاضر بعد سقوط بغداد في 9/4/2003، سقوط بغداد كان لحد هذه الساعة هو العالم العراق والعالم العربي بس المنطقة هي في وضع غير طبيعي، وضع صعب جدا، وهنالك حرب مستمرة. هل كانت الدبابات T-54 وT-55 جيل متقدم من الدبابات قياسا بالدبابات التي موجودة لدى الجيش الإسرائيلي؟ لا، الجيش الإسرائيلي كان دباباته لا نستطيع أن نقول حديثة جدا، ولكن فيها نسبة من الحداثة. دبابات M60 الأمريكية ودبابات السنتوريون، العلامة المحدثة أفضل من دبابة السنتوريون الأردنية، أظن على 7 الأردنية العلامة الإسرائيلية 13. كان دباباتنا 55، في حين الجيش السوري كان عنده عدد من كتائب أو لواء مدرعة 62 أحدث. كان ناقلات الأشخاص اللي نملكها اللي شاركنا بالقتال بها هي نوع الـ 113 أمريكية اللي احنا استلمناها عام 1963. السوريين كان عندهم عجلات قتال سوفيتية حديثة بMB1، كانت يعني كان سلاح حديث. فحرب تشرين كانت فيها أسلحة حديثة على المستوى قطعات البرية ولكن بنسب أقل، وعلى المستوى الجوي كان هنالك طائرات حديثة مثل طائرات البانتوم والسكاي هوك، وعلى الجبهة العربية كان هنالك طائرات الميج يعني بعلامات محدثة، وهنالك الأحدث هو منظومات الدفاع الجوي السام الكافيدرات، كانت أحدث منظومة دفاع جوي، وقعت خسائر كبيرة جدا عند الطائران الإسرائيلي. القوة الجوية العراقية ساهمت في ذلك؟ نعم، كان في مصر قبل أشهر سربين طائرات الهوكر هنتر سبقا ذكرناها، وكيرة طيارين، وساهموا بطلعات الأولى وإلى نهاية الحرب، ومنهم من ذهب شهيدا في على الجبهة المصرية. وعلى الجبهة السورية هنالك من 4 إلى 5 أسراب عراقية من نوع ميج 21 وسيهوي 7، وكانت متقدمة في حينها. متقدمة، نعم، طائرات متقدمة، الميج 21 والسيهوي 7 آنذاك. الجندي الإسرائيلي من خلال تماسكهم مع الجيش الإسرائيلي، هل كان يقاتل بقناعة؟ كان يقاتل بشجاعة بمعنويات؟ للإنصاف التاريخ نتحدث، يعني حقيقة كان يعني الجيش الإسرائيلي معروف بكفاءته الفنية والتعبوية، وهنالك منظومة قيادة لاحظها أنت خلال الحرب أنه عندهم منظومة قيادة وسيطرة جيدة جدا، وأيضا قاتلوا بشجاعة، وأيضا عندهم أهداف يؤمنون بها، ولولا شجاعتهم ما قدروا أنه يتحملون الصدمة ويقوموا بهجوم مقابل، وأخذوا زمام المبادرة على جبهتين السورية والمصرية. أين تكمن أرجحية الجيش الإسرائيلي على الجيوش العربية؟ يعني أنتم تمتلكون دبابات متقدمة، العراق كان يمتلك دبابات متقدمة، ويمتلك جندي على درجة معقولة من المهارة والكفاءة، وكذلك الجيش السوري. فأين تكمن أرجحية الجيش الإسرائيلي؟ أرجحية الجيش الإسرائيلي هو في طبيعة القيادة والسيطرة اللي يستخدم. يعني ماذا يعني كيف؟ يعني منظومة القيادة والسيطرة وأسلوب وطبيعة القيادة متقدمة على طبيعة القيادة والسيطرة في الجيوش العربية. كان هنالك حرية عمل أكثر عند القادة الإسرائيليين. كان هنالك تعاون ما بين الصنوف، ما بين القوة الجوية والقوات البرية والبحرية أكبر مما هو موجود من قدرات في الجيوش العربية.
كان المستوى الثقافي العام للجندي الإسرائيلي أعلى من المستوى الثقافي العام للجندي العربي، وهذا يعني يعوض عن يعني القدرة، نقص القدرة القتالية. يعني كان الجندي العربي شهم وأصيل وشجاع جدا، ولكن إذا شوف مستوى الثقافة أقل، مستوى التعليم أقل، عملية استيعابه للسلاح يصير أقل. فبالحسابات الفنية الجندي المثقف أكثر وتعليمه أكثر يستطيع أن يستثمر الخواص التصميمية لسلاحه أكثر، فنشوف النسبة المكتسبة من السلاح عند الجندي الإسرائيلي أعلى من الجندي العربي آنذاك في ذاك الوقت. طبيعة القيادة الإسرائيلية فيها حرية عمل أكبر، القائد العربي حريته أضيق. يعني بفعل التركيبة السياسية للدولة أم بفعل في عوامل كثيرة، هاي طبيعة المجتمع، حجم صلاحيات المناطة إلى القادة وللآمرين، القابلية على التصور لطبيعة الحرب كيف تكون، وسائط المنظومة القيادة والسيطرة إذا كانت حديثة أو متخلفة. أنتم تقدمتم إلى الجبهة ومؤكد في أذهانكم صورة عن الجيش الذي لا يقهر الذي هو الجيش الإسرائيلي. كيف انكسرت هذا، يعني هذا التصور كيف انكسر في ذهنية الجندي العراقي وهو يتقدم لمقاتلة ومواجهة جيش لا يقهر هو الجيش الإسرائيلي؟ هذه الأسطورة كيف تبددت؟ والحقيقة ليس هنالك بمعنى أسطورة اللي هي تجهض معنوياتنا، يعني الأمانة والتاريخ. كنت أتمنى يعني أنه في هذه الصورة هنالك أفلام تعرض عن تنقل الجيش العراقي، هذه الدبابات كان يتمنى طوائفها ومقاتليها أن تكون لها أجنحة فتطير حتى تصل إلى ساحة المعركة بأسرع ما يمكن. كان هنالك من المعنويات لا تعد ولا تحصى بحسابات بسيطة، لأنه صعب أن تصل. أضرب مثل بسيط، يعني في يوم 14/10 شنوا الإسرائيليين معركتهم قبل ما احنا كنا حاضرين لشن هذه المعركة باتجاه استعادة بعض المواقع اللي كسبناها في الأيام الأولى للقتال. دبابة يصيبها طائرة بصاروخ، ونائب عريف أذكر اسمه حميد الشهيد، إيده تسقط متدلية في البلوزة مالته العسكرية مقطوعة، إيده اليمنى، وبإيده اليسرى يشيل تراب ويرمي على الدبابة اللي يطفي النار اللي نشبت في دبابته. نائب عريف إيده تبتر ويراها مبتورة، ويرفع بالذراع الأخرى ترى من أجل أن يطفي الحريق الذي نشب نتيجة إصابة. يعني طبعا لم يخطر بباله الحافز أو التكريم، إنما العقيدة، هاي يعني عقيدة. هذه عقيدة مجردة. يعني أولا هدف أخلاقي وديني ويعني قومي، وهذا النائب عريف على مستوى وعي وثقافة بسيطة، طبعا بسيطة، ولكن هو عربي عراقي، عربي أصيل، كان يعني في موقف لإنقاذ شعب عربي فلسطيني دمر وشرد وبلاد عربية هددت باحتلال آخر. هذه كان نخوة العربي تجاه العربي أخوه العربي. الجيش العراقي دخل، ما حد كان يفكر، ولا كان هنالك موضوع اسمه تكريم. هذا التكريم ظهر في الحرب العراقية الإيرانية، أقصى ما تحصله هو لقسم من عندنا هو نقط شجاعة ليس أكثر، أو بسام أنه أنت شارك في هذه الحرب، ولكن ليس هنالك أي مكسب مادي. كان الشرف الانتماء القومي وشرف الانتماء الوطني وشرف العسكرية أنه أنت تقهر عدوك، وهذا العدو ظالم وعدو احتل بلدك أو بلد عربي هو جزء من بلدك الكبير ووطنك الكبير. هذه كانت الروح الموجودة. كم يوم قاتل الجيش العراقي الإسرائيلي بالضبط؟ من 17 يوم قاتل 11 يوم بشكل 11 يوم بشكل متواصل. وهذه 11 يوم هي التي قطعت برية، قطعت الجوية شاركت من أول يوم، قطعت الجوية من أول يوم. الأوامر، كنت تتلقى أوامرك العسكرية من ضباط سوريين أم من ضباط عراقيين؟ لا، بالنسبة ذاك الوقت إحنا برتب صغيرة، أمر رعايل، تتلقى من أمر اللواء أو نستلمها من أمر الوحدة مثلا. إحنا يعني إذا أضرب مثل بسيط، إنه إحنا خلال سنة قلنا مثلا جرى تغيير الأمر الكتيبة، كان رائد عبد القادر إجا وليد محمد صالح، خلال المعركة انجرح تبدل الأمر وجاء أمر آخر اللي هو مثلا عدان،
ودحام عدنان دحام تغير وراح وطلع وتحمل المسؤولية مثلا مساعد الكتيبة موفق صالح. الـ الـ الأوامر مين تيجي لو من أمر كتيبة أو تيجي من مقر اللواء. عدد من الأوامر كنا نستلمها من مقدم اللواء كان قصي صبري الرجل كان مقدم اللواء الثامن استلم أكثر من مهمة من عنده يعني أنا شخصيا استلمتها من عنده في معركة يعني يوم 15 على أساس إحنا دنشن هجوم لاستعادة كفر ناسج وتلول المال من الإسرائيليين وأكملنا استحوارات كانت جيدة جدا على أساس أنه كان ساعة الشروع بالهجوم يعني ساعة سين الساعة بالوحدة 1300 وأكملنا استطلاعتنا على تل عنتر كانت تل عنتر في حوزة القطعات العراقية وكان هنالك قصف تسجيل أهداف بالنسبة للمدفعية مالتنا كانت نسلة كتائب معروفة هي الـ 15 والـ 19 والـ 21 مدفعية إلى خبرة بالقتال مع الإسرائيليين وكان ضابط رفض مخول سالم الحاج عيسى ذكره كان على قمة التل عنتر اللي ارتفاعها حوالي 91 متر أمن رصد وترصدنا العدو وشفنا أرتال المدرعة خلف كل المال وكان أيضا بس الوقت كان ضابط مدفع الرصد الإسرائيلي أيضا يرمي باتجاهنا وكان هنالك استعدادات هائلة وكبيرة وبنفس الوقت يعني كان هنالك تدخل قوى جوية إسرائيلية مثل جملة طائر سكاي هوك شاغلتنا وإحنا في مرحلة الاستطلاع وكنا كان عندنا استحضارات جيدة ولكن الإسرائيليين باغتونا بالتوقيت فشنوا هجومهم قبل ما إحنا نشلنا بساعتين كان هناك تأخر بالنسبة لبعض أنه على أساس لواء 12 على الجناح الأيمن لواء 8 على الجناح الأيسر صار لغرض التنسيق بالتوقيتات خلال هذه الساعتين سبقنا الإسرائيليين بهجوم وصار اشتباك قريب بحيث فاجأنا دبابات على مدى 300 متر عنكم أي يعني بال يعني قرأت الحروف اللي يسموها إحنا نسميها حروف النداء الأجهزة اللاسلكية ترسم على أبراج الدبابة الإسرائيلية بالحروف العبرية واضحة هذا حرف الأليف أو الباء ورقم الدبابة بهذا الشكل من الاشتباك وكان مسرح العملية في السوري كان مهيئ تهيئة جيدة جدا هنالك مواضع وهنالك مواصلات وهنالك أكداس عتاد متقدمة السوريين كان عادي مسرح عملياتهم بشكل جيد جدا وجرى الاشتباك اشتباك مباشر بالإسرائيليين وكانت أكبر معركة نخوضها مئات الدبابات في آن واحد في معركة واحدة هي ليلة 15 على 16 ولحد الفجر تقريبا كان القتال بحيث أنه إحنا كنا نحاول نجمع نفسنا وراء ساعة بثلاثة قبل الفجر لأنه المعركة هدأت تقريبا في عملية جمع أنفسنا فنرمي طلقات تنوير مسدسات التنوير مثلا آمر شري يقول سوف أرمي ثلاثة طلقات خضراء جمع باتجاهي لأنه صعب فقدان اتجاه فوجدنا أنفسنا هنالك ثلاث دبابات شكل رعي دبابة واحدة من دبابات من كتيبة دبابات المعتصم واحدة من كتيبة قتيبة وواحدة من كتيبتنا بهذا الخلط اللي صار والاندماج ما بين الوحدات خلال القتال وقتال الدرع قتال سيال يعني ما يحدد ضغط الجندي المشاهد بمواضع وكانت هنالك انه يعني لقينا قسم من دباباتنا ما بين دبابات الاسرائيليه من الداخل هذا تداخل كبير نتيجه المعركه السياله للدرع سياله يعني تاخذ لها حركه وحركه تضاعف حسب تاثير القوه والمناوره كان هنالك يعني مشاهد انسانيه يعني لا توصف وكان هنالك ايضا قتل بالنار الصريخه يعني مثلا ناقله امامي ناقله 113 من اللواء الثامن ضربتها دبابه من كتيبه دبابات قتيبه ناقله من اللواء 12 يعني لسبب لانه شكلها نفسه نفس نوعيه الدبابات ناقلات الاشخاص الاسرائيليه بهذا التلاحم بهذا التداخل جرت معارك شديده اليوم الاخر يعني الى ان اصبح يعني مجال رؤيه مع الفجر بدينا نعيد تنظيم قطاعاتنا يعني الرعيل باقي مثلا دبابة من الشرية باقية رعيلين دبابات دمرت إخلاء شهداء وجرحى اليوم 16 شارك اللواء السادس كان قيادة غاز محمود العمر مثلا هذا اللواء انفتح انفتاح رائع بشكل يعني كأنه أنت في مناورات دفعتها
ولكن مثلا المشكلة كان أنه خط شروعة هو تل عنتر ثم الهجوم باتجاه كبر ناسج، خلال تقدمه تغير الهدف أنه خط شروعة هو أصبح هو الهدف تل عنتر. فهذا هذه مفاجآت المعارك السيالة. فبدأ هاجم منطقة خط شروعة وقاتل ببسالة وتكبد خسائر كبيرة اللواء السادس آنذاك خاصة كتيبة. هل تعذر عليكم إخلاء بعض جثمان شهدائكم؟ نعم بالتأكيد، لأنها معارك سيالة. يعني أضرب لك مثل بسيط، يوم 17 يوم 17 ولا زال عندنا ناس مفقودين، فأشار علي أحد زملائي كان رفيق سلاحي اسمه أحمد عبد الرشيد، قال لي ما ممكن أنه لازم خلي نبحث، يعني عندنا هسه فرصة بين استعدادات. كانت معركة تراشق بالنيران بينه وبين الدبابات الإسرائيلية، فطلعنا إلى ووصلنا إلى خطوط العدو. تطلعون تبحثون عن شيء؟ أي نعم، عن شهدائنا من جملتهم الملازم عصام العذاري الله يرحمه استشهد في هذا. كان مفقود، أحدهم يقول قد يكون أسير، أحدهم قال قد يكون جريح ومتروك. شفنا دباباتنا المدمرة، شفنا شهدائنا معظمهم مستشهدين وممزقة أشلاهم أو محترقين احتراق كبير، فإن دبابة شبه حريق لوجود كمية هائلة من العتاد والوقود بها. فشاهدنا دبابة ملازم عصام مثلا، لقناها مضروبة في صاروخين، التاو اللي ظهر كسلاح مؤثر ومفاجئ بالنسبة لنا في حرب 20، هذا سلاح كان يستخدم لأول مرة؟ لأول مرة يستخدم الجيش الإسرائيلي، لأنه هو أيضا سلاح أمريكي ضد دروع جديد، وفاجئنا الإسرائيليين هم مستخدمينه، حتى احنا ما عرفنا. يعني أنا في هذه المهمة البسيطة طلعنا بالاستطلاع ورا ما شفت ثقوب صغيرة بالدبابة، ومن ثم لقينا أنه المرحوم ملازم عصام العذار من أهل الحلة، المتبقي بس الجزء الأسفل من الجثة مالته وعسكر شلال. أخليتوه؟ الحقيقة ما قدرنا نخليه لأنه فقط أنا، ولكن يعني قدرنا نوصل بعدين إلى قوة أن تخليه. بس المهم لأنه تعرفنا على أنه عندنا شهداء في هذه الدبابات في هذه الأماكن. باختصار سؤالي قبل نهاية الحلقة سيادة الفريق، يعني كيف تفسر وقوع أسرى عراقيين من الجيش العراقي أو من الجيش السوري في حوزة الجيش الإسرائيلي وعدم وقوع أسرى إسرائيلي في حوزتكم؟ باختصار شديد الحقيقة مو وقعوا أسرى، ولكن عند الجيش السوري، لأن إحنا ما عندنا منظومات في وقتها، يعني منظومات إخلاء أسرى وغيرها، إحنا إجينا كقدمات قتال، حتى قدماتنا الإدارية كانت تخلفنا بفترة طويلة يلا وصلت. عندك تصور عن عدد أسرى إسرائيليين اللي سقطوا؟ ما عندي يعني، ولكن كان لهم عدد يعني لا يستهان به من الإسرائيليين، من طيارين، من جنود مدرعات، حتى الملابس الجنود لقينا قسم من القتلى الإسرائيليين، وشفنا ملابس الدروع بحيث أن الجيش العراقي يعتمد نفس البدلة الدروع اللي هي ضد اللهب، اللي فيما بعد استوردنا هذه البدلات بوقت متأخر بعد الحرب. أي نعم، لما دخلنا الحرب مع إيران كان تجهيز الدروع مالتنا كتجهيز لأشخاص بدلات ضد الحريق، إحنا استفادينا من بدلات الحريق الإسرائيلية اللي شفناها. هذه واحدة من دروس الحرب اللي استفادنا. يعني من الآن في دروس فنية وهناك دروس تعبوية وهناك دروس عملياتية وأكبر. سيادة الفريق، حرب تشرين فيها دروس كثيرة وصفحات كثيرة لا نستطيع أن نغطيها في حلقة واحدة، انتهى زمن الحلقة. لك كل الشكر والامتنان مني ومن المشاهدين. المشاهدة الكرام، ليس لدي ما أقوله سوى كلمة شكر لكم، ولنا حلقات أخرى مع الفريق رعد الحمداني نستكمل فيها مسيرة الجيش العراقي في صفحات أخرى. السلام عليكم.